معنا الآن المصممة السعودية سونيا عاشور، مؤسسة علامة SACD اللي مشاركة اليوم في أسبوع دبي للتصميم. أهلا وسهلا فيك سونيا. أهلا وسهلا فيكي، كيف حالكم؟ احنا مبسوطين طبعا ان احنا نشوف مهندسة سعودية ضمن المشاركين في المعرض. حدثينا عن مشاركتك سونيا. نحن كمكتب بعد لمدة الحين 15 سنة نحن نصمم سفارات المملكة وبيوت السفراء، فكانت هي فرصة ان نحن نشارك الناس الانتيريور او الفراغ الداخلي. نحن دائما نصممه اللي بطراز، دائما يكون بطراز متحفي انه اتس كوايت، هادئ. في نفس الوقت ان نحن المرسلين هذه كلها نحن دائما نصمم اثاث للسفارات وبيوت السفراء. فكانت اول مبادرة مننا أن نبدأ إنه نصمم بعض القطع نشارك فيها الجمهور. فأول مجموعة من الأثاث مستلهمة من الزخارف الإسلامية، وأخذنا جولة في الحضارات الإسلامية كلها، من الحضارة الفارسية، الحضارة العثمانية والمغولية، وكل قطعة مستلهمة من تحفة أثرية إسلامية مختلفة عشان نفتح باب التواصل مع الناس على مستوى ثقافي. يكون هذا التواصل ممنع من السياسة، ممنع من الدين، ولكن الشيء اللي الناس كلها تحبه اللي هو الفن الإسلامي. معنا الآن ميرنا حميدي، المدير الإبداعي والشريك المؤسس لعلامة كشيدة. أهلا وسهلا فيك ميرنا. أهلا فيك. حدثينا عن علامة كشيدة. أول شيء الاسم مرة ملفت للنظر، إيش هو؟ كشيدة هي اسم كتير ناس قليل بتعرف المعنى. Actually هي كلمة بالخط العربي تعني الوصلة أو التطويل بين حرفين في اللغة العربية. So نحن الوصلة بين الخط العربي وتصميم المفروشات. Interesting. هذا شيء مرة حلو. احكي لنا يعني الحين التصاميم اللي انتم تعرضونها اليوم في اسبوع دبي للتصميم مستوحاة من الخط العربي؟ نعم، نحن اول شيء عم نطلق العلامة من دبي اليوم بي داون تاون ديزاين لاول مرة. سو نحن الهيد كوارترز صارت بدبي، صلنا شيء 3-4 سنين بالفكرة. كل شيء بنعمله بننفذه من الخط العربي. الخط العربي ثلاثي الأبعاد 3D Arabic Calligraphy. ما بنعمل بس خط عربي للحيط يعني شكله حلو زخرفة، لا، كل شيء له استعمال. الخط له function، ممكن مكتبة للحائط، ممكن اكسسوار للمنزل، ممكن طاولات، many different things، يعني من المفروشات وبين الاكسسوارات كله من الخط العربي. أنواع الخط العربي متعددة مثل الكوفي، الديواني، الثلث، يعني بنجرب to explore الأنواع كلها. هل تعملون مجموعات مثلا حسب الطلب أو بشكل خاص لعميل معين مثلا لو يحب شيء يناسب بيته؟ طبعا طبعا، لأنه نحن بنشتغل بالحرف وبالكلمة، نعمل كتير custom made pieces، نعمل furniture custom made، وكمان gifts، يعني ممكن شمعدان باسم أو اسمين، ممكن صينية، ممكن مكتبة للحائط. عندنا section على الويب سايت اسمه name based، you can customize anything. احنا اليوم معاكم في اسبوع دبي للتصميم، ومعانا السيدة الإماراتية زينب صالح فرح اللي أسست مشروع بيت القنديل وراح تكلمنا اليوم عنه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا على هاللقاء الظريف. بيت القنديل مؤسسة ثقافية كونتها، يعني إن شاء الله تكون لها دور فعال في التقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة اللي تقطن في دولة الإمارات. فندرس الفنون الإسلامية بالطريقة، الفنون النباتية والهندسية الإسلامية بالطرق التقليدية اللي هي فقط باستخدام البرجل والحافة المستقيمة حتى ما نسميها مسطرة، ونبدأ من هنا والمشاركين يتعلموا كيف يشتغلوا هالأشكال الهندسية والنباتية الجميلة الخاصة بينا من نقطة الصفر، يعني ما فيها أي تكنولوجيا غير الورقة والقلم. وهذه النقوش نشوفها بكثرة يعني في كل أرجاء العالم الإسلامي، وبطريقة يعني أوضح جدا في قصر الحمراء في إسبانيا، حيث نشوف التشكيلات الهندسية والنباتية، وآخر شيء فوقها بيكون الكلمة أو الخط العربي لأنه مرتبط بالكتاب الكريم. فالنقوش الإسلامية تمتد من المغرب لين إندونيسيا والغرب حتى يستخدمها في تصاميمه أحيانا. Thank you.